انا وانت مش متفقين على حاجه صح؟ موجود؟ هاد دايس في لعبه الطاوله صح؟ طبعا صح؟ تعرف ان هذه فيها ارقام و كويس؟ كويس كويس تمام؟ تمام تمسك هاي من غير تمسك يا ما بحبش السحر انا بخاف السحر والله امسكها في ايدك مش سحر؟ امسكها في ايدك ابغاك انك تقلبها على اي رقم انت حابب من غير ما تراويني وتراوي احد بس تحطها في الرقم في ايدي ماشي شوفها ماشي. من غير ما اشوف يعني اعمل كده وشوف الرقم في ايدك من غير ما تراوي الرقم شفته يا عم اوكي شفته شفته والله ايه ده عم بتعمل ايه بتعمل ايه بيعمل ايه بيعمل ايه لا بخاف انا من الحاجات دي لا اوكي حطها في ايدك وغطي ايدك اوكي غطيت شوفه مره ثانيه الرقم اللي انا غيرته غيرت شوفه يعني خلي ناحيتي الرقم الرقم اللي فوق شوفه وغطي عليه الرقم اللي فوق شوفه وغطي عليه ماشي اللي فوق استنى يا عم انت بص عليا لا هبص خلاص يا عم في ايه انت مالك رقم خمسة عندك فيها والله رقم خمسة رقم خمسة غيرها رقم ثاني لا يا عم انا بخاف من السحر لا والله غير رقم ثاني بخاف من السحر حضرتك ليه مش معانا لو سمحت بليز غير رقم ثاني مان ام توكن تو يو بليز انت سامع كان يو هير مي تتكلم هندي ام افريد انا مرض مزمن انا مرض مزمن طيب انت ساحر طب يا صديقي ركز عليه معين ذكي نفس الحروف الشدة في المكان معين البستكي وبس خش عليهم يا معين خش عليهم علي الصوت ودي لخوفك بالشلول علشانك واقفين لا قدرنا هتعيشي لما احنا نموت خلاص آمنت بالوحلة وبكرة الجاي مش أحلى وكل تويتة في تويتر عن الثورة كانت سعلة ولما نمنا في الشارع صحينا وكنا محلمناش وراح الحلم مش راجع ومن ماتت قتل ببلاش